والدة الشهيد الرائد ضياء فتحي خبير المفرقعات اللي انفجرت فيه القنبلة في شارع الهرم جنب اسم الطلبية في 6/1/2015. خد الثانوية العامة قال لي ماما والنبي وانا بابا هيوافق ان هنخش كلية الشرطة. المهم قلت له ما لا يهمك يا جون. فانا جبنا الاستمارات ومليتها له وقدمت له في كلية الشرطة. من كتر حبه في الشرطة حتى الشخبطة اللي في الكتب حتى امتحاناته اولى وتانية وتالتة ورابعة شايلهم. اتجوز 2013 شهر 10 اعتقد، وخلف البنت بعدها بسنة 2014، واستشهد في أول 2015، ما عادش غير 4 شهور مع بنته بس، وتقريبا سنة وشوية مع مراته. يعني أنا ضياء قبل ما استشهد ليلة الاستشهاد بالظبط، والله إني أنا عايزة أقولك إني أنا صحيت، مش هقولك إن أنا شفت إن هو القنبلة بتفرتكه، فسبحان الله لقيته هو بيفتح الباب ودخل عليا. فقلت له انت كنت فين؟ قال لي يا ماما انا كنت بودع الحمام، اصل بكره عندي شغل وربنا يستر. فنفس احساسي حسيت ان هو حاسس بيه، وعرفت ان هو كان بطل، مرضيش يفك القنبله مدفع الميه علشان ما تحصلش كارثه، لانه هي القنبله كانت في البنزينه، ففضل ان هو يفكها بايده، لكن هو القدر ما امهلوش. فطبعا هو خد كل الموجة الانفجارية في جسمه، وفضلت البنزينة، فضل الاسم، وفضلت المدرسة، وجاء استشهد وراح عند رب. بقول له انت خدت عمرك وخدت رزقك ودي موتك ودي ساعتك، ما تزعلش يا ضياء. قول بقى للي هم بيتسببوا في ألمنا، أنتم لو تعرفوا المنزلة اللي الشهيد بينولها عند ربنا سبحانه وتعالى هتدفن نفسك قبل أي حاجة. هم أولادنا في الجنة وأنتم ملعونين.